تجد بعض الأشخاص كذلك مثلا في رمضان ينتظروا الفطور وقاسين ينتظروا الأذان، يعني عند الفطور ينتظروا الأذان وقاسين قاسين قا واحد وطرى فلان، قال سمعتوا عن فلان ايش؟ بيقول لفلان راح اسكت اسكت توب عنا صايمين، خلاف من خلص مصلين، مخلص مصلين بالمغرب توبه نفطر ونصير نصلي المغرب، وخلاف يوم نخلص مصلين اتخبرنا عن فلان، يعني غتاب فلان ونحن بنسمع الغيبه غيبه فلان بعد المغرب، هذه كلها من المصائب التي دخلت عند كثير من المسلمين.